نحن من أوائل المكتتبين عدل على مستوى ولاية موسى غانم، إلا أننا لم نتسلم لم نستلم سكناتنا إلى يومنا هذا. عانينا من عدة مشاكل. المشروع الذي أمنا فيه من رئيس الجمهورية وانطلاقته من جديد من 2015 وهو متوقف، 600 مكتتب يعاني ويعاني، وتم تقسيم من 600 مسكن 188 على الورق. هذا الشيء، جل المكتتبين يعانون من الكلاء، وحتى ان المديريه المحليه لولايه موسى غانم لم تعطينا اي اعتبار. علاش الناس اللي وعدوهم وقالوا لهم باللي السكنات تاعكم تستلموهم في 5 جويلية، على لحد الان السكنات ما استلموهاش؟ حنا دركا رانا نجدوا السيد الوالي بصفه شخصيه يوقف معانا بزاف، كرهنا، الناس راهي كاريه، الناس انضرت قبل الدخول المدرسي، ما كاينش اللي راه يحوس علينا. وللرد عن انشغالات مكتتبي عدل السيدية طرقنا العديد من الابواب، ولكن للاسف لم نحصل على اي رد. كان معكم خلوف شريف من ولاية موسى غانم إلى قناة النهار.